ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم زوج رجلا فقيرا بما عنده من القرآن، فمن يسن هذه السنة الحسنة اليوم فينا الآن؟ أين من يزوج الصالح؟ أين من يبحث لابنته عن ذلك الشاب التقي النقي فيعطيها ويسلمها إليه؟ تقول السير في مجلس سعيد بن المسيب يحضره عشرات بل مئات من الشباب الصالحين، انقطع شاب من الشباب عن الحضور يوما، فلما حضر بعد أيام سأله سعيد: أين كنت يا أبا وداعة؟ أين كنت يا أبا وداعة؟ قال: ماتت زوجي وانشغلت بدفنها وعزائها. فقال سعيد رحمه الله: هل أخبرتنا حتى نعزيك ونواسيك؟ ثم قال له: هل نويت بأمر بعدها؟ هل عزمت على زواج بعدها؟ قلت: ومن يزوجني وأنا لا أملك إلا 3 دراهم؟ قال سعيد: سبحان الله، 3 دراهم لا تعف مسلما؟ الله أكبر، 3 دراهم لا تعف مسلما؟ قلت: ومن يزوجني؟ قال: أنا. قلت: ابنة سعيد بن المسيب الذي يخطبها الأمراء والوزراء ويردهم عنها؟ تدري لماذا؟ لأنه يريد لها صاحب الدين والخلق، ما نظر إلى الجاه ولا للحسب والنسب، يريد أن يعطي تلك الأمانة التي استرعاها الله إياها، يسلمها في يد أمينة. قال: أنا أزوجك. قلت: ابنة سعيد بن المسيب التي يخطبها الأمراء والوزراء فيردهم؟ قال: أنا أزوجك. فدعا من كان في ناحية المسجد ثم قال: الحمد لله وأثنى على الله، ثم قال: زوجنا فلانا من فلانة على درهمين، زوجنا فلانا على فلانة بدرهمين. تم العقد، طرت من الفرح. ابنة سعيد، ذهبت إلى داري وأنا أطير من شدة الفرح. دخلت وكان الوقت ساعة مغيب الشمس، كنت صائما، أخرجت خلا وخبزا أريد الإفطار، فإذا بطارق يطرق الباب. قلت: من؟ قال: سعيد. فجاء على بالي كل سعيد إلا سعيد بن المسيب، فما رؤي منذ 40 سنة إلا بين بيته والمسجد. الله أكبر، منذ 40 سنة ما رؤي إلا بين بيته والمسجد، ما فاتته تكبيرة الإحرام 40 سنة. يقول: فجاء على بالي كل سعيد إلا سعيد بن المسيب، فتحت الباب فإذا بسعيد بن المسيب. قلت: لقد رجع في كلامه، لقد رجع في كلامه. قلت: لماذا أتيت؟ كان حري بك أن تستدعيني وأنا آتيك. قال: مثلك يؤتى إليه، أنت إنسان زوجناك وأعطيناك، خفت أن تبيت عازبا هذه الليلة فيحاسبني الله على عزوبيتك. فإذا بسواد من خلفه دفعها داخل الباب، سقطت من حيائها، ثم قال: بارك الله لك وبارك عليك، هذه زوجك، أسأل الله أن يوفق ويصلح بينكما. ثم ذهب في طريقه. يقول: فنظرت إليها فإذا هي من أجمل النساء، والله ما رأت عيني أجمل منها. فصعدت إلى سطح المنزل، ناديت جيراني، قلت لهم: سعيد بن المسيب زوجني من ابنته وقد أتى بها هذه الليلة، انزلوا عندها، أذهب لأخبر أمي بالخبر. فذهبت أخبر أمي فقالت لي: وجهي من وجهك حرام، والله لا تقربنها إلا بعد 3 أيام حتى أزينها كما تزين العروس. بعد 3 أيام أدخلت عليها، والله ما رأت عيني أجمل منها، إن تكلمت أحسن الكلام، وإن سكتت على أجمل مقام. مكثت معها شهرا كاملا، لم أرى منها إلا صيام وقيام. بعد شهر أردت الذهاب إلى مجلس سعيد، قالت: إلى أين تذهب؟ قلت: إلى مجلس سعيد لطلب العلم. قالت: اجلس، فإن علم سعيد كله عندي، اجلس فإن علم سعيد كله عندي.
ذهبت إلى مجلس سعيد بعد شهر، فلما رآني تبسم ولم يكلمني حتى انفض الجمع من المجلس. فلما انفض جئته وجلست بين يديه، قال: كيف ضيفكم؟ قلت: على أحسن حال. قلت: على أحسن حال. قال: إن رأيت ما لا يعجبك فالعصا. ثم أعطاني 20,000 دينار وقال: استعن أنت وإياها على قضاء حوائجكم. أين لنا بمثل سعيد اليوم؟ أين لنا بمثل هؤلاء؟ الزنا في كل مكان، والشاشات والقنوات عاتت فسادا في الأخلاق والأعراض، أعراضنا تنتهك، شبابنا لا يجدون ما يسد حاجتهم، وفتياتنا في الأسواق كاتيات عاريات ونحن نقول عشرات الآلاف من الريالات. اتقوا الله عباد الله، يسروا أمور الزواج، يسروا أمور الزواج، احفظوا المجتمع من الفواحش والمنكرات، ولن يكون هذا إلا إذا سرنا على المنهج الرباني والمنهج النبوي الصحيح. ما زوج بناته ولا تزوج أمهات المؤمنين بأكثر من 500 درهم، فلماذا مثل هذا عباد الله؟ اللهم يسر للشباب واحفظ الفتيات، واحفظ الفتيات وحصن فروجهن.